السلام عليكم زوينة ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف ما شفتوا معايا الاول ديال الفيديو، دخلت اكتيفيت شي شوية ديال الحداقة ديالي، صوبت دي مافن او شوكولا اللي فايتني شاركته معكم في القناة، وايضا حتى واحد الكيك بالفرامبواز حتى هو شاركته معكم في القناة. بالنسبة للناس اللي هما جداد عاد دخلوا عندنا القناة، هاد جوج الوصفات انا غادي نخلي لكم الرابط ديالهم ان شاء الله في صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، لان صراحه كيجيو لذاد لذاد بزاف، وشي حاجه ديال تحمير الوجه. البنات انا وجدت هاد جوج ديال 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 جوج ديال الوصفات، وجيت عند سعيده صاحبتي، راكم كلكم دابا كتعرفوا سعيده صاحبتي، كنت مشيت عندها في رمضان، وحتى نتوما دخلتوا عندها وجربتوا الدجاج ديالها اللي كيجي معمر بالفرماج والشاركوتري اللي كيجي اكثر من رائع. حنا جينا لهذا الكلوب، هاد الكلوب ديال صاحبتها، جينا نتغداو وهي مسكينه دايره الغدا، قالت لي شوفي هدى انا راه دايره ولادي تشهاو ليا الباربيكيو في الكلوب، واش بغيتي انت تجيبي البنات؟ قلت لها اختي نجي، اختي نجي، علاش اختي ما نجيش؟ نجي سوقت انا قريبا نبدا واحد المسلسل ان شاء الله، فقلت هذه فرصه نجيب البنات. وعندي غيتا عزيز عليها ليكيتاسيون، بالاخص انها كدير ليكيتاسيون في ليكول ديالها، غا سمعات الكلوب وليكيتاسيون العودان راه جات اليوم لابسه، راه لي بوتل هنا ضاربه حتى للركبه. المهم البنات حنا غادي نتغداو، وبطبيعة الحال اي حاجه درناها راه غادي نشاركها معكم، وهادشي اللي كاين. مرحبا انا اختي كريت، جاني الجوع، خلفيت انا راه فيه الجوع، عطيني هذيك المعده اللي عندي صغير، وراه كل مره كيجيو لي الجوع. الفاخر سلام خويا، صافا بخير، يلا حلو يا الفاخر. مرحبا مرحبا. نعم قطعتي الكبده؟ قطعت الكبده، طيبت المقلقل والله، وصافي مره حيت مشى الحال، مشى الحال صافي. مره دابا نمشيو ناكلو نيشان، نمشي ديريكت الماكله صافي. يلا اختي بسم الله. صافي جاي لابسه بسم الله. بنين بنين، واه حتى بنين الصراحه كيجيني بالدار احسن من هكايا، بصح ياك هذيك الخطره درنا فاش كان جايه اختي ورا شهر جا احسن من هكا. هذا راه ديال الزربه اختي، شوفي حاجه الزربه هي اللي زوينه هنا، راه بغا غير الزربه، بغيتي تبي تفنني وداك الشيء اختي حتى لدار حتى لدار وتفنني. لا لا دابا غادي نمشيو صافي، دابا بقى غير نشوي صافي، بقى لي غير نشوي. هاني درت هنايا هذه الكيسه، درت هنا كوتليت، درت هنا الصوصيص داكا، نوغات باقي ما جبتوش، هو ديك النوغات تقليه ليا لالا امينه، ودرت الفريت فريت واش فايده حتى خاصك ديري لينا شي ضو وحده هذه كتهضر بحال هكا اصلا، كتهضر بهاد اللهجه الشلحويه، ماشي كاع الشلحه. لا تحيه الناس الشلوح كاملين، انا كنبغي نزيد فيه شي شويه باش نضحكك، باش نضحكك فراسك والله ما كرهت نتعلم الشلحه وحق الله، كنعرف انا غير من زاكين لاباس لاباس. لا شوف
تفجج تفجج جوج الحمد لله ورا دابا ولا كمي تشكات صغير باش تفجج حطك هنا سولي لا سولي مرحبا دوقي اختي ترحب بك الجنه اختي فرنسا واحد الحاجه المهم انا في مناجي سي اختي ندخلك للكوزينه لا وجهي الكوزينه هي انا فرنسا واحد النهار يا ربي تكون السيده كتفرج فينا يا ربي في الصيف في رمضان قرب العيد مشيت عند شيماء صاحبتي اللي كدير جلال هي كانت ديك قطان غوز فجيت عندها اييه خطات لي في العيد خارجه من عندها من الماكازون ونتلاقى مع واحد جوج عيالات وهي تقول لي يلاه شفت الفيديو ديالك اللي مع سعيده وراه هذاك الدجاج المعمر بالفرماج والشخصي تخيرني اولا غادي نديرو العيد ماشي بزاف ديال الناس داروا ضروري بزاف الناس داروا وعاود صيفطوا لي تعاليق راه حنا درنا الدجاج راه جا راه انا ما نشكر شي حاجه انا ماشي جزال ايوا الحاج قال لاله مينا ولاله مليكه صيحوا لي الكوزينه وغسلوا وداروا جافيل وخرجوا لي على حوايجي تريكو عمر بجافيل عمر بجافيل معليش اختي معليش معليش المقاول الاول تريكو يتعوض ماشي واش نسولك واحد السؤال ضرني في راس كترشي الماء على الفاخر علاش باش ما يتحرقش ديالك شي ما يتحرقش يعني واخا كترشي الماء ما كيطفاش ها هو عاد ما كيزنب انا كنبرد يعني كتبريه باش يطيب وما يتحرقش ومعلومه زوينه هذه وحق الله الفاخر شاعل مزيان الفاخر شاعل زين هذا الفاخر راه ديال الارض ديالنا دوقين اختي والله هذا الفاخر دوقين اختي فكره عيد كبيره قرب هذا الفاخر ديال الشجر ديالنا ما عطيتينيش الزيت العود ما ذوقتينيش الزيت ديال الشجر تاعك ما جا كاينش اختي ما بقاش عندنا هذا ما بقاش عندنا الماء الماء حنا مكرفصنا عرفتي كانت كتعطينا 80 لتر في العام دابا والله يا اختي ما بقات كتعطي اخر مره عطات واقيلا 20 لتر جوج بيدوات عصرت انا هذا العام عصرت لا عصرت غير داك المره حيت قلتي لي راه حنا عندنا الزيت زوين الارض انا الزيت زوين قلت غنقول سعيده تذوقي من الزيت تاع الارض ديالها اللي انا عارفه اللي دابا تقولي هانوكيت هانوكيت شي بلاصه يا سلام الله يعطيك الصحه وصحتك نهار اللي نتهشي نجي عندك تشوي ليا ربي يخليك زعما علي سمعني كنقول شي تيقول لك السيده راه كتخرج الماكله طلعها هي الفطار ورجعت هادي مع اختو طحنها لي عطاتك ديجا مطحونه لا عطا لي مطحونه لا قول لي لا قلت لي فيها الشحنه بزاف مسكين وعاود بدلها ليا امامي شفتيه قال لي هادي راه مزيان واعرين سمعت شفتني شوف واعرين لي شو ولات مزنقه كنا كنجيو كنا ماشي شاكر لابون كتجي عندي كتقول لي ماما شوفي درنا الكالو درنا شنو هو لو ترو لو ترو لو ترو والكالو اوبا اوبا مصطلحات كل مره كتجي تقول لي حاجه واش كدير لي كدير لي كيطاس في ليكول مزيان والله الا مزيان
بسم الله على ما قسم الله. اختي 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 على هدي. اوي 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 مفاجأة هادي. رائعة رائعة رائعة. قربي لها قربي لها. غزالة تبارك الله عليك يا هدى. الله يبارك فيك. والله العظيم لا تبارك الله عليك. ان شاء الله تعجبكم راهي كتجي لذيذة. وتبارك الله يعني قصي تبارك الله وجدتي وجبتي والله الا راكي. شوفي اقل حاجه ممكن ديري انت تبارك الله عليك. شوفي شحال من حاجه وجدتي. والله راهي الشواش لايض اختي كديري داك الشيء طغامو غير غير تقولي غير نتجمعوا هذاك الشيء اللي كاين. واحد النهار غزال 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 ما شهيتكم ما شهيتكم. وانا غادي نكمل الدوره ديالي انت باش سميتو سبيريت. سبيريت غنكمل الدوره ديالي مع سبيريت وخليتكم على خير. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. والسلام عليكم.